أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة عن المسيح اللي ما فيش زيه. هناخد مقطع صغير عند الصليب، فيه بيظهر قائد المئة وجنوده وإزاي إن المشاهد اللي حصلت غيرت حاجة جواهم وعطتهم الإيمان الحقيقي بالرب يسوع كابن الله. قائد المئة هو قائد روماني جندي ضابط برتبة كبيرة، وتحتيه 100 عسكري تحت أمره، كانوا موجودين علشان يحرسوا الرب يسوع عند الصليب. القشة التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا هي الزلزال اللي حصلت. الزلزالة دي عملت هزة في كيان قائد المئة، مع أن الزلزالة دي كان في جنبها حاجات تانية، يعني الحجاب بتاع الهيكل انشق من فوق لأسفل، بس ده كان في الهيكل ما شافوش قائد المئة. كمان القبور تفتحت وخرجت فيما بعد لما قام المسيح أجساد قديسين عاشوا بعد ما كانوا موتى، لكن برضو دي كانت في منطقة تانية بعيد عن الصليب وعن الحدث اللي هو موجود فيه قائد المئة. قائد المئة الكتاب المقدس بيقول انه خاف، وهم والحراس اللي معاه، ولما شافوا الزلزلة قالوا الاعتراف الكبير اللي مفروض كان يقولوه ناس تانيين من رؤساء الكهنة والكتبة والشعب، قالوا حقا كان هذا ابن الله. اكيد ان قائد المئة ما كانش عنده خبرة بفكرة ابن الله، هو سمع الكلمة دي وهم بيقولوها وبيستهزأوا عليه، هو بيدعي ان هو ابن الله، سمع التعبير ده. لكن اللي حصل انه كل ساعة كل وقت بيعدي والمسيح على الصليب جواه يقين بيزيد، جواه شيء بيتكون، جواه استنتاج، مش مجرد حاجة جت في لسانه وقالها، لكن هو من البداية عارف ان الشخص ده بار، شاف الشخص ده في وداعته حتى هو على الصليب اول عبارة بيقولها اغفر لهم يا أبتاه. ما كانش عنده فكرة عن الرب يسوع طبعا، اللي عمل معجزات واللي أعلم تعاليم، ما كانش تلميذ للرب يسوع ولا العسكر بتاعه، لكن أكيد شافوا حاجة عن الرب يسوع. أكيد أثناء المحاكمة سمعوه بيرد على بيلاطس، أكيد وصل لهم خبر إن بيلاطس عاوز يطلق الرب يسوع من التهمة دي لأنه هو بريء، لكن كانت مجرد معرفة جواه. لكن المعرفة دي شكلت جواه هذا القائد حاجات. لما جات الزلزلة خلصت على كل شك في هذا الرجل، فقال إن الرجل ده، إن المصلوب ده هو ابن الله. عند الصليب سمع قائد المئة الرب يسوع بيطلب الغفران. عند الصليب سمع قائد المئة الرب يسوع وهو بيتكلم مع اللص ويقول له إنك تكون معايا في الفردوس. إزاي المشهد كله شخص بريء بيعامل معاملة بهذا الشكل، مع أنه في وضع صعب، مفروض يطلق شتايم، مفروض يجدف، مفروض يتهم بالظلم، لكن هو ما بيهنش حد. الرب يسوع يقول لا يعلمون ماذا يفعلون، هم مش عارفين. كلام مؤثر جدا. لص بيعترف ان انا مذنب، انا بنال باستحقاق اللي انا عملته، ده عدل ان انا اتصلب، لكن انت ما عملتش حاجة. وهو بيكلم اللص التاني بيقول له ده ما عملش حاجة. كل الحوارات دي اتجمعت في ذهن قائد المئة. الحراس كمان شافوا المسيح وهو بيسلم الروح، وفي اللحظة اللي فيها يسلم الروح تحصل زلزلة. كأن الطبيعة بتقول إنها معترضة، كأن الطبيعة بتقول إنها غضبانة عشان المسيح مات. يمكن قائد المئة شاف معجزة حصلت مع حد يعرفه. قائد المئة ده شخص روماني مش يهودي، لكن أكيد سمع عن أحداث حصلت حواليه. أكيد شاف حد كان مريض وشوفي من جيرانه. أكيد كان بيفكر وذهنه مشغول بالراجل ده. وعند الصليب وهو بيسمع الرب يسوع شخصيا، وهو بيشاهد الرب يسوع المصلوب شخصيا، فكره اتغير وقلبه اتغير. قال إن الراجل ده مش عادي. وأول ما حصلت الزلزلة العظيمة رعب في المكان كله. قال إن الراجل ده حقا هو ابن الله. في متى 27 بيذكر قديه كانوا بيستهزأوا بالرب يسوع، قديه واقفين عند الصليب وبيعايروه. بس في واحد تاني مش من الشعب الحلو، شعب ربنا، حد غريب، عدو مش حبيب، لكن هو بيشوف الناس بتعمل كده، لكن قلبه بيتأثر وبيتغير في شكل تاني. هو روماني مش يهودي، هو مش بتاع دين، ما يعرفش في ربنا، ما يعرفش نبوات بتقول ان المسيح هيجي في المكان ده ويعيش بالطريقة دي ويصلب بالشكل ده،
ويموت في الموقف ده وفي الساعة دي في اليوم ده ما يعرفش، لكن على قدر عدم معرفته لكن إيمانه كبر، لكن إيمانه ما تهزش مع اهتزاز الحجر، بالعكس. ألف علامة استفهام تقدر تحطهم على رجال الدين، على قادة الشعب، عميان وبيعموا الشعب، كل المعطيات بتقول لهم ان ده مخلص العالم، لكنهم رفضوه. لكن هذا القائد الغريب، هذا القائد اللي كان دوره انه يعمل اعمال وحشيه، ان هو يضرب، ان هو يجلد، ان هو يقتل، ان هو يستخدم ادوات الحرب اللي معاه، كان في شيء جواه بيتغير. قالوا عن الرب يسوع لو كان هو ملك اسرائيل ينزل من على الصليب عشان نآمن بيه، لكن هذا الرجل ما قالش انه ينزل عن الصليب، لكن هو على الصليب آمن بيه. قالوا انه خلص اخرين لكن مش عارف يخلص نفسه، لكن هذا الرجل ادرك ان مخلص الاخرين ده يقدر يخلص نفسه لو هو حب ينزل من على الصليب. ادرك هذا الرجل ان المسيح هو ابن الله. حقروا المسيح، كانوا عاوزين معجزه يعملها علشان يصدقوا ان هو الله. لو نزل من على الصليب نؤمن بيه ونقول ان الله ارسله، لان هو بيقول انا ابن الله. لكن ما كانش ينفع ان الرب يسوع ينزل عن الصليب ابدا. اللص ادرك والمسيح على الصليب انه ملك، وقال له اذكرني لما تيجي في ملكوتك. وقائد المئة والرب على الصليب ادرك انه ابن الله من غير ما ينزل. لكن رجال الدين والشعب المتدين في وقت فيه عيد الفصح كان مفروض يفكر بطريقه مختلفه. ناس كتير قريبين من الرب يسوع في ديانتهم، في تعاليمهم، في كلمة ربنا اللي بين إيديهم، لكنهم أبعد ما يكونوا عنه بقلبهم. ممكن تكون زي رجال الدين، ممكن تكون بتعرف معلومات لكنك مش قادر تربط المعلومات دي بشخص المخلص. لكن في شخص غريب الجنس قدر يكسب من موقف حصل، هو موجود بحكم وظيفته في هذا المكان، لكن هو والحراس اللي معاه المية اهتزوا مع اهتزاز الأرض، وده كانت الاهتزاز الأخير لقلوبهم. من غير ما ينزل المسيح عن الصليب صدقوه، صدقوا أنه هو ابن الله. قد اتكل على الله، نعم، وأمنوا أن هذا الشخص هو مش بس متكل على الله فيخلصه، لكن ابن الله فيخلصهم. اتكل على الله فساب نفسه على الصليب واستسلم لمشيئة الله، ولأنه هو ابن الله هيقدر يغزو قلوبهم ويغيرهم. أنا بحط الكلمات دي في ذهنك وفي قلبك علشان تغيرك عزيزي المستمع. أنا مش عايزك بس تكون قريب من المسيح شكلا، لكن عايزك تكون ليك علاقة بالمسيح موضوعا. كانوا كتير حوالين الرب يسوع في مشهد الصلب، لم ترق قلوبهم للحظة وما تغيروش، ما ربطوش اللي بيحصل بأحداث النبوات اللي ذكرت في العهد القديم. لكن هذا الرجل اللي ما يعرفش أي شيء أدرك أن هذا الشخص حقا كان هذا ابن الله. مؤكد أن قائد المئة والعساكر بتوعه روحوا بيوتهم بحالة تانية، بتوجهات تانية. مؤكد أن احنا هنشوف الرجل ده في المستقبل في السماء. هل احنا هنشوفك مع المسيح؟ يا اللي بتقول أنك تبع المسيح، يا اللي بتصلي وتروح الكنيسة وتقرأ الإنجيل، هل أنت قريب من الرب يسوع شكلا أم موضوعا؟ هل أنت بتعترف بيه لكن نظريا، ولا بتعترف به لما يغزو قلبك؟ هل تقدر تشارك هذا القائد وتقول معاه حقا كان هذا ابن الله؟ أشجعك أنك تكتب لنا لو تحب على الإيميل الموجود على الشاشة. هنفترق وهنلتقي في حلقة قادمة عن المسيح اللي ما فيش زيه.